السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج دالكس ده برنامج بيعمل تصميم للإنارة، فهو خاص لمهندسين الكهرباء. برنامج مجاني وسهل جدا في التحميل والتسطيب، مش مشكلة خالص. طيب دلوقتي بيقول لي انت عايز تبدأ مشروع جديد، فتقدر تختار من هنا دي المشاريع اللي اتعملت قبل كده، هنا دي لو انت عايز شرح تدخل تشوف فيديوهات وهكذا. فانت بتشوف المشروع بتاعك هل هو اوت دور، ولا تقدر تاخد ملف من برامج البيم اي اف سي، ولا روم بلاننج، ولا تصميم في الشارع ستريت لايتنج. فهقول له روم بلاننج، فبيقول لي انت عايز غرفه ولا منتظمه ومستطيله. مجرد بس هتختار نوع السبيس، وبعد كده هتختار الابعاد بتاعتها. ممكن تختار مثلا سكول، مثلا بلاي سكول، او ممكن تختار انت بقى هترسم الشكل بتاعها زي ما انت عايز. طيب هقول له اوكي. فانت بتلاقي هنا جايب لك ده السايد، ده البيلدينج 1، ده الستوري 1، ده روم 1، وكل حاجه فيهم تقدر تشوفها في ال 3D او في ال 2D. وال 2D ممكن يبقى بالنسبه لك فرونت فيو او سايد فيو، بيهايند، ليفت، زي ما انت عايز. بتلاقي هنا معلومات عن المشروع، هنا معلومات خاصة بان احنا هنعمل ايه في الغرفة. تقدر تعمل غرفة جديدة جنبيها، او تقدر تقسمها لزونات. ممكن تقول له ده انا عايز اصمم مثلا احط مثلا باب او شباك، مثلا ويندو هيت. تقدر تسحب في 2D او في 3D، مفيش اي مشكلة خالص. وتقدر ان انت تغير الماس بتاعها لو انت حابب. عندك هنا الاوامر بتاعت موف، كده انت هتحرك. تقدر تعمل لها روتيت، تقدر تعمل لها سكيل، تغير السكيل بتاعها زي ما انت عايز. لما بتغير السكيل هو بيبدأ يعمل لك كوبي من اللي فاتت، بحيث يبقى عندك النوعين موجودين. طيب بعد كده مثلا ممكن تروح قايل ان انت عايز تضيف بعض الحاجات جوه الغرفة دي، زي بعض الفرنتشر. فهتيجي هنا سيلكت، وتقول له مثلا تقدر تختار اي شكل من الاشكال ديت، او ممكن تقول له كتالوج، تشوف الكتالوجات في فولدر فيفريت اوبجكت. فانا هروح لكتالوج، وهلاقي كتالوج خاص بدايلكس، وتقدر تضيف كتالوجات كتيره. دايلكس فيه مكتبه حلوه من الفرنتشر، او بير الملف اهوت. لاحظ الامتداد M3D. تقريبا 500 ملف. فبتلاقي كل اللي انت محتاجه هو مقسمهم لهوم، اوفيس، سانيتري، شوب ديزاين وهكذا. فانت ممكن تقول له انا عايز حاجات خاصة مثلا بشوب، وتبدأ تسحب. لما تدوس مرتين بتبدأ تظهر معايا هنا. ممكن تسحب الترابيزة وتحطها هنا، وليك ان انت تعمل لها مثلا موف. ليك ان انت تقول ان انت عايز تعمل لها زي اري، درو ريكتانجل ارنجمنت، بالشكل ده هتوزع. وتتحكم في الارقام من هنا، عددهم كام واحده. هو انا مثلا عاملها واحده، لا انا عايزها مثلا 2، وهنا 2. يبقى 4 بالشكل دوت لو انت عايز توزع الفرنتشر بتاعك. وتقدر في اي وقت تعمل عليهم سيلكت وتعيد التوزيع، او ممكن ترسم بوليجن وهو يبدا يمشي في نفس المسار، او ترسم لاين هو يبدا يتبع المسار بتاعك دوت. فممكن تيجي هنا في الكاتيجوري وتقول له لا ده انا عايز حاجه تانية. تقول له مثلا عايز كرسي، مثلا عايز اي حاجه من الحاجات اللي موجوده هنا، ترابيزه مثلا.
وبعد كده ممكن تعمل لها روتيت زاوية 90، وبعد كده تعمل لها موف تحطها هنا مثلا. طيب عايزين نشوف الماتيريال، خلينا في ال 3D. عندي بعد كده الماتيريال، اقول له سيلكت ماتيريال، مفيش فيفرت، مفيش كاتيجوري، في عندي حاجتين اللي عندي كولر كاتيجوري وعندي الماتيريال. تبدأ تشوف بقى الماتيريال، هو مقسمهم لك اوت دور واندور، فخلينا في الاندور مثلا. بيقول لي عايز تحط مثلا للوول اهيت، تبدأ تشوف ايه الماتيريال بتاعت الوول اللي انت عايزها، وليكن مثلا بلاش الطوب الاحمر يعني، خليها مثلا اللون دوت. خلي بالك لما حطيتها حطها من ناحيتين، طب لو انا عايز اخليها من ناحية واحدة بسيطة، هتدوس شيفت وانت بتسحب وتحط، فتبقى من ناحية واحدة. طيب لو انا عايز اضيف كولر، طبعا الكولر بيفرق كتير جدا في الانارة، فهقول له كولر، وتبدأ بقى تشوف اللون اللي انت عايزه، مثلا ريد بلو اللون الازرق ده، وحطه بقى ايه مثلا على الترابيزة.